الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية مرض السرطان في الرحم في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأت المرأة المتزوجة في المنام أنها مصابة بالسرطان في الرحم، كان ذلك إشارة إلى وجود بعض المشكلات في حياة هذه المرأة. كذلك إذا رأى الشخص المتزوج أن زوجته تعاني من سرطان في الرحم، كان ذلك إشارة إلى بعض الأمور السيئة. كذلك يمكن أن يشير ذلك إلى تفاقم المشاكل بين الزوج والزوجة، وكذلك الانفصال بينهم. كذلك قد تكون إشارة إلى ارتكاب الزوجة بعض التفاصيل الغير محبوبة، كما يمكن أن تكون إشارة إلى كذب أو مخادعة أحد الأبناء للأم في عدة أمور. ويمكن كذلك أن تكون إشارة لتلاعب أو مرض تعاني منه الأم أو الزوجة، والله أعلى وأعلم. ربما يشير الموت بمرض السرطان في المنام إلى تورط هذا الشخص في المشاكل أو الديون التي تسبب له إحساس بالضيق والحزن. كذلك يمكن أن يكون إشارة إلى تقصير هذا الشخص في بعض الواجبات مع الأشخاص المحيطين به، أو التقصير في الدين. كما يمكن أن يشير ذلك إلى أن هذا الشخص يرتكب بعض الذنوب التي تؤثر على حياته بشكل كبير. إذا رأى الشخص أن الأب مريض بالسرطان في المنام وكان يعاني من شدة المرض، كانت هذه إشارة إلى أن هذا الشخص سوف يعاني من بعض المشاكل والهموم. إذا رأت المرأة الحامل في المنام أن الأب يعاني من المرض في المنام، كان ذلك إشارة إلى أن هذه المرأة سوف تواجه مشاكل في حياتها، والله أعلى وأعلم. كما يمكن أن يشير حلم الشخص بمرض الأب في المنام إشارة إلى عدم الشعور بالأمان وحاجة هذا الشخص للحنان والمحبة. كما يشير حلم مرض الأب بالسرطان في المنام للعزباء إشارة إلى هم وضيق هذه الفتاة وحجتها لحنان الأب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا قراءة سورة الملك أيضا كل يوم ليلا، فهي منجية وتشفع لصاحبها في القبر. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب الدنيا ومن عذاب القبر ومن عذاب يوم القيامة، وأن يدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.